metteur en scène. Je vais demander aux élèves de se lever, s'il vous plaît. Salah Sourouchni. Assad Ayyad, Mohamed Ayyad Hamdi. Pour Campette, le jury professionnel, nous avons un très beau jury. Monsieur Théodore. Madame Mérim Alaoui, romancière, Maroc. إذا المهرجان هذا الدورة 22 ديال المهرجان السينماتيك مهرجان غني بالأفلام الذي يقدمها لأول مرة على الصعيد الوطني ولا أيضا على الصعيد القاري والعربي، مهرجان ينفتح على فضاءات مدينة الناس، نحن اليوم متواجدين سينما كاميرا لأنها معلمة معمارية سينمائية سينمائية مهمة بالنسبة لنا، هناك سينما كاميرا ولكن هناك فضاءات أخرى ما بين المدينة الجديدة وما بين المدينة العتيقة، غادي نمشيو لساحة لاكورا، غادي نمشيو لمحمد المنوني، غادي نمشيو لدار الثقافة الدار الجامعي، إضافة إلى أنه المهرجان غادي يمشي لأول مرة لدار كبيرة بعروض سينمائية وورشات، ونتمنى الفتح السنة المقبلة حنا مع ويسلام إن شاء الله. هذه تجربة نشكر المجلس ديال بلدية الإسلام وصادق على الاتفاقية، أنا كنتظر زعما فارغ الصبر نلتقي مع الأطفال ديال مدينة ويسلام لأنه المهرجان هو يمشي يقلب على الجمهور ويلتقي به، يكون كبير ويكون صغير.